السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة جيدة. موضوع اليوم عن عابر الحدود اللي اتكلمت عنه، الناس اللي ساكنة على الحدود مع سويسرا، اللي سويسرا طبعا في وسط كام دولة كده، زي طبعا كلكم عرفتوا فرنسا جنبنا، ألمانيا جنبنا، النمسا جنبنا، ليختنشتاين جوه سويسرا، والمانيا طبعا من هنا من زيورخ، يعني 20 دقيقه بنكون في المانيا في المنطقه اللي اسمها هيشتيتن. دي بتبقى منطقه كلها مشتريات وكده، بيبقوا اغلبهم سويسريين. اللي يسكن في ايطاليا او في فرنسا او في المانيا او في النمسا ويحمل الباسبور الاوروبي، يعني الباسبور المانيا او فرنسا او اي دوله من الاتحاد الاوروبي، فمرحب بيه في سويسرا ان هو يبحث عن عمل ويقيم كمان في سويسرا، في حالة طبعا الالتزام، وكمان من حقه كمان ان هو يعمل بيزنس او عمل هنا خاص به، في حالة طبعا اثبات ان الحالة المادية عنده كويسة فيبدأ يشتغل ويتكل على الله. طبعا عشان احنا بنتكلم مع اخواننا العرب، طبعا اخواتنا العربيات، طبعا بارك الله فيكم جميعا، فهيكون الكلام محدد عشان ما نضيعش وقت الناس ووقت الفيديو في امور كتير ونبدأ الناس تسأل. العربي اللي يحمل الجنسية اي دولة من الاتحاد الاوروبي من حقه يعيش في سويسرا ويدور على عمل، وكمان بيدوك 3 شهور بحيث انت تدور على عمل، وممكن يمدد لك الثلاث شهور دول كمان لستة في حالة ان انت بتبحث فعلا عن عمل بجد يعني. طب ازاي البحث عن عمل؟ طبعا البحث عن عمل بيكون عن طريق المكاتب السويسرية اللي انا بقول لكم للمرة المليون اهتموا بالسي في بتاعك او الجواب اللي هتبعته، قصة حياتك، واهتموا جدا بالصورة، واهتموا بالكتابة، واهتموا بالالوان، لان بتفرق كتير جدا مع السويسريين. انا عايش معاهم وفاهمهم يعني. اهتموا بالسيرة الذاتية بتاعتكم واكتبوها من على كانفا، وهاتوها صفحة اسمها كانفا، هسيبلك اسمها، فيها حاجات حلوة قوي. هي الجراتس فيها مش مليان، اللي هي ببلاش، لكن كانفا عامل حساب ممكن يبقوا 10 مع بعض، يعني لو دفعتوا هي كلها $100 في السنة، فبيفتح لك مجالات كتير جدا، مش في السي في بس، في حاجات تانية كتير جدا يعني، ما علينا. لكن اهتموا بالصورة، هحط لكم كام صورة كده تركزوا فيها، وهو ده اللي انا طالبه منكم عشان ان شاء الله تلاقوا عمل. نصف النية كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ كده ايه، نتوكل على الله، هنشوف هنعمل ايه. بعد ما بتكتب انت السيرة الذاتية بتاعتك او بتاعتك، وركزوا معايا، الصورة حلوة، خلفية نظيفة، الحريم الله يرضى عليكم، بلاش المكياج الكتير قوي ده، لا بلاش والنبي عشان خاطري، معلش يعني اعملوا مكياج خفيف بحيث ان انت لما تيجي تعملي انترفيو لما يبص كده يقول لك لا دي مش انت. فخلي بالكم الحته دي، مكياج خفيف كده وبلاش الفوتوشوب كتير، كل ما تكونوا طبيعيه تبقى زي العسل كده، ربنا يوفقك. وللشباب البسوا كده وشيكوا نفسكم كده وجاكيت وبتاع، هحط لكم صور تعملوا الكلام ده. الصور بتاعت الاربعه في بتاع زمان دي بتاعت الجيش دي ومش عارف ايه انتهت، الكلام ده انتهى. انت دلوقتي بتبيع نفسك، بتقف تاخد ايه، كانك يعني فوتو موديل يعني، والبنات تكوى شعرها ولبس ومش عارف ايه، مظبطين رايحه فرح، راح عرس، وانت بتبعتي الجواب. هو كده، اسمعوا كلامي، تبعتي الكلام ده، الايميل مكتوب، التليفون مكتوب، العنوان، العمل اللي انت اخر حاجه شغاله فيه اكتبيه اول واحد، وتكتبي بقى انا كنت شغاله كذا وشغال كذا وشغال كذا. كل ما يكون عندك شهادات خبره مكتوبه بنفس اللهجه، اللغه اللي انت هتبعتها، هتوفر عليك مشاكل كتير. اللي بيتكلم فرنساوي يبعت للشركات اللي هي بتتكلم فرنساوي، المكتب اللي انت هتبعته له ممكن يكون في جنيف، ممكن يكون ده يبقى هيتكلم فرنساوي. اللي قاعد في زيوريخ هيبقى هيتكلم الماني، اللي قاعد في بازل بيتكلم الماني وفرنساوي، اللي قاعد في بيرن بيتكلم كذا.
فتهتموا. هسيب لكم كل الاسامي المكاتب دي. سليم انت بتتكلم فرنساوي يبقى يتكل على الله في المنطقه الفرنسيه، بتتكلم ايطالي خليك في 90، بتتكلم الماني ملعب كبير بقى، تعالى يا معلم 70% من الشعب السويسري بيتكلموا ايه؟ الماني. تعالى نخش على عابر الحدود دول، 32,000 مواطن بيخشوا ويطلعوا كل يوم، 25,000 منهم بيجوا من فرنسا على الحدود بقى مع بازل وكده عشان شركات الادويه. بسبب اللغه الالمان ضربوا الفرنساوي على افاهم وخدوا منهم عمال. دلوقتي المانيا بقت رقم واحد، 65% من عابر الحدود المان. اذا كان الالماني بيتكلم الالماني بيتكلم الماني احسن من السويسري. السويسري بيتعلم الماني وهو خدوتش وكل حاجه، لكن لغتهم مش لغه المانيه زي المانيا. احنا هنا بيتكلموا سويسري، الالماني مش هيفهمه ماشي، لكن لما بيشوف ان انت اجنبي بيتكلم معاك خوخ دوتش بيتكلم معاك اللغه بحيث ان انت تفهم ماشي. الانجليزي بيبأكلش عيش انا، عشان اجيب معاكم من الاخر يعني. ممكن تقول له عاوز سندوتش ومش عارف ايه، لكن هترغي انجليزي ده خليه على جنب معلش. يعني نهتم بالكلام ده. كل الوظائف مطلوبه، ما فيش وظيفه مش مطلوبه، وكل ما يكون انت متفوق هيكون عندك حظ ان انت تشتغل عشان هيديك مرتب. طبعا انت بتفكر بالمرتب، هم هم عارفين ان هو هيديك مرتب اكتر من اللي انت بتاخده ضعفين او ثلاثه. فانت بقى احسبها كده ان انت هيكون الشغل بتاعك كتير، وشغل طبعا لازم يكون الكواليتي بتاعه ممتاز وعالي، لان مش هيجيب حد من بره وهيديله مرتب. طب ما هو عنده ناس كتير هنا ارباية الوسطى قاعدين قاعدين بالشغالين في سويسرا، دول للناس اللي هي معاهم الباسبور. طيب لما تيجي تعمل عقد العمل تركز فيه وتفهم عقد العمل، لان عقود العمل في سويسرا غير المانيا وغير الدول اللي جنبنا. لو انت متفق على 4,000 هتيجي في اخر الشهر هتلاقيهم مثلا 3,300. ايه ده 700؟ ما مش اصبر، مش كده سكت قلبيه لا قدر حاجه. لا في خصومات لازم تعرفها، خصومات للمعاش، خصومات للضرايب، خصومات للحوادث لا قدر الله، وحاجات كده لازم تفهمها وانت بتكتب العقد. سليم اللي هو البروتو والنتو لازم تفهمه ماشي. انت هيجي لك كام في ايدك، وكل ما يكون انت معاك شهادات اكبر والكواليتي بتاعك كل ما يكون المرتب كويس. الاقامه هتكون اسمها جي. طب الاقامه جي دي هاخدها امتى؟ الاقامه جي دي هتاخدها لما تيجي تعمل عقد العمل ومضيته. أول ما تمضي عقد العمل دوت تطلع على البلدية اللي أنت ساكن فيها أو هتدور على عمل. ليك 14 يوم تمدد نفسك فيهم. 14 يوم وتروح على البلدية عشان تقول أنا هسكن هنا. البحث عن بيوت في سويسرا أو شقق موجودة. لكن في جنيف وفي زيورخ في المحافظات في تحت في الشطاط نفسها بتبقى صعبة شوية، هتبدأ تاخد إيه بره. بره لان اولا اذا لقيت في جنيف جوه جنيف وجوه زيوريخ تلت المرتب راح منك ماشي. يبقى بتطلع النبي كده شويه على جنب الله يرضى عليك، اطلع بره زيوريخ، اطلع بره جنيف او بره بازل او بره بيرن. كل ما تطلع عن المحافظه هتلاقي الدنيا ايه ارخص شويه كده. عشان تعرف بقى انت المرتب ده بيروح فين تعالوا لي. تعال ما انت بقى عايز بقى سويسرا تقول لك سويسرا بتدوك 4,000 و5,000، تلت المرتب بيروح في البيت. اكتر حاجه بتاخد منك فلوس هي البيت، ايجار البيت، بعد كده الطعام والتامين الصحي اللي هو اجباري كل شهر بتاخد، عيان مريض مش مريض بتدفع ماشي. بعد كده بقى هتخش بقى على ايه بقى، موبايل بقى ومش عارف ايه، وعاوز تجيب لبس والكلام ده. خلينا معايا اهم حاجه انت تركز او تركزي ان انت تجيبي عمل. الاقامه الجي دي هتاخدها وبتبقى انت برضه تحت الاختبار لمده سنه ماشي. كل ما انت بتكون ملتزم كل ما صاحب العمل هيجدد لك الاقامه دي. ممكن تقعد 100 سنه في سويسرا، وخد الخبر الكويس ده. لو انت او انت ملتزم ومعاك الباسبور مثلا فرنساوي الماني المهم اي حته اي بلد اوروبيه، من حقك تجيب عيلتك. والله بس بشرط انت اللي هتدفع، مش هتاخد هلله من الحكومه. ما دام انت معاك مرتب ومرتبك كويس
مراتك مثلا عايشه في اي حته تانيه وعندك اولاد او عاوز تتجوز، روح اتجوز، عاوز تتجوزي اتفضلي، ونيجي ونبارك لك كل حاجه الف مبروك. بس انت هتشيلي نفسك وانت هتشيلي نفسك. كل ما تاخد مرتب كويس من حقك تجيب اللي انت عاوزه، تجيب لو انت متجوز وعندك اولاد لحد 21 سنه الاولاد مسموح ليهم، ولو كمان انت هتثبت ان ابوك وامك مثلا عايشين لوحديهم وكده وهتقدر تصرف عليهم، اهلا وسهلا بيهم، ما فيهمش اي مشكله. اللي معهمش الباسبور، اللي معاه اقامه في اوروبا، هتكون الدخول سويسرا هيبقى صعب شويه في حته في القانون هسيبها لكم، هي دي السبب. دلوقتي انجلترا طلعت من البريكسيت، طلعت مع السلامه. اللي عايشين في هنا، اللي عايشين دلوقتي هنا الانجليز اللي ماشي عليهم القانون القديم ماشي اوكي خلاص، ولا تضلين امين، مبروك عليكم جدعان، خليكم زي ما انتم عايشين. الانجليز اللي جايين جداد هيخش يقولوا تاشيره. سويسرا عامله 8500 تاشيره لجميع دول العالم اللي هم مش تبع الاتحاد الاوروبي، من ضمنهم حطوا للانجليز بس 3500 تاشيره للانجليز بس، يعني ال 5000 تاشيره الباقيين دول للعالم كله. طب اقول طب انا هعمل ايه طيب؟ بيقول لك ايه بقى؟ لو انت مثلا عاوز تجيب حد من خارج الاتحاد الاوروبي لازم تثبت لصاحب العمل، ده قانون سويسري. هو دي بقى دي المشكله، هو النقطه دي اللي موقفه بقى كل الدنيا بقى بالنسبه لاي حد مش عارف يخش سويسرا. ان انت تثبت ان مفيش حد في سويسرا يقدر يعمل العمل ده، يا سلام. وكمان تثبت ان مفيش حد من الاتحاد الاوروبي من الشعوب، معلش حد اتصل بيا وانا بسجل، انا المفروض اقفل التليفون يعني، بس معلش يعني. هي دي العقبة الوحيدة اللي بتخلي الناس ما تعرفش تخش سويسرا، اللي هو معهوش باسبور. حتى كمان اللي معاه يعني إقامة هتبقى ظروفه محدودة. أنت لو هتفكر في 5000 عقد عمل لفترة محدودة، خلي بالك يعني لفترة محدودة ممكن 6 شهور لسنة، أنت متخيل العالم اللي هو فيه 7 مليار دول كم واحد عايز يجي سويسرا؟ ده غير كمان الناس اللي هي مقيمة هنا ومش لاقي شغل. هي دي العقبة اللي قدام الناس. المهم نركز بقى في الأسامي اللي أنا هزيدها لكم، أسامي الشركات والصور، وإزاي تكتب كده سي في بتاعك نضيف عشان ربنا يكرمكم كده. يلا كده نتكل على الله كده وصفوا النية كده، ومين عامل ممكن نلاقي حد يعني نفتح يعني يكون سبب في سعادة حد يا رب. ونتقابل في سويسرا قريبا ان شاء الله، مين عارف. دعواتكم و ادعوا كده ان ربنا يزوح الغمه دي، غمه كورونا دي، ويعدي على خير، والناس تلاقي عمل، والناس تحب بعض. السلام عليكم، مع السلامه.